من ميزات جهاز الاوتير الماكسس ام اس 906 برو تي اس انه لما تربطه على السياره اذا واردها امريكا او سياره امريكيه مجرد تربط الفيشه على السياره شوف اللحظه هنا هو الجهاز شوفنا اسم السياره وموديل السياره ورقم الشاصي مال السياره. افتح لنا هذه والله مجرد رابطين فيشه الاو بي دي 2 على السياره دخول مباشر على السيارات الامريكي والوارد الامريكي عبر الرقم الشاصي اوتوماتيكيا. هنا سوى الجهاز شاف لنا السيارة، اوكي؟ شاف لنا رقم الشاصي، نختار الزرقاء هذه. رقم الشاصي هذا. اوكي. طالع معلومات السيارة هونداي تيكسون تي ال، شوف هو كتب لنا شنو اللي بين قوسين حكينا عنها، زين موديل 2019 محرك 2400 جي دي اي، زين ورقم الشاصي هذا نكتب له اوكي. هذا الشغل الحلو اللي بينه ما ادري اخبار الجهاز هو كتب لك السياره وموديلها زين. شوف خلينا نختار اوتو سكان، اوتو سكان راح يدخلنا على جميع المنظومات اللي موجوده بهذه السياره زين. فولت سكان راح يدخلنا اول شيء يبدي بالمحرك ينزل على الجير. المنظومه الاخضر يعني ما بيها مشكله، المنظومه اللي راح تكون باللون الاحمر يعني بيها مشكله زين. بالايرواق عندك مشكله زين. المنظومة شوف هاي اكو منظومات ما راح يدخل عليها شنو ما موجودة بهاي السيارة مال غير موديل مال احدث خلينا مال احدث بالضبط مال مواصفات اعلى من هذا. رالي ار بي هاي لو ما بيها طبعا هذا انت في حال انه تريد تفحص السيارة كاملة، في حال انه انت عندك يجيك زبون عنده مشكله بالمحرك ما يحتاج تروح على الجير والايرباك والاي بي اس وكل المنظومات فقط على الانجن فقط على الشيء اللي يريد هو مثلا شنو عنده مشكله او مشكله بالجير مثلا هذا للسهوله لك والسرعه مثلا. انزل عني خلي طب عندك ايرباك طاق بها الشيء؟ لا على الظاهر مشكله قديمه خلينا نمسح الاعطال اللي موجوده كويك ايريس. كويك ايريس راح يمسح لك المنظومات يصفر لك اياها كلها من برا قبل ما تطب عليها زين. شوف المنظومه اللي ما بيها شيء بيروح العطل من عندها زين يبقى العفو من يروح العطل راح ترجع عندك المنظومه تتحول الى اخضر. مثلا احنا نجي على المحرك على سبيل المثال ندخل على المحرك شغل لنا السياره خلي اشوف لك مثلا اللايف داتا قيم السياره اي يطلع طبعا اثناء العمل وتقدر ايضا النوزلات واحد واحد ببعض السيارات هاي اذا السياره بها هذه الخاصيه طفي وشغل النوزل اثناء عمل السياره خمس ثواني زين. حسد اني الحساسات كلها اثناء العمل زين كل حساس حساسه درجه الحراره حساسه اي حساس موجود بالسياره زين يعني نعم الاير فلو غيره غير الاجنيشن القدح زين كل حساس اثناء العمل ايش قد ينطي قيمة زين. زين يعني جاوب طلع هنا مثلا عندك النوزلات الشغلات كلها موجود عندك اثناء العمل ايش قد ينطي زين. فرد دوس للسيارة دوس لها هاي بلاكات هسه يعني خلاص بس بالضبط خلينا نجي للاكتف تيست خليني اشوفكم الاكتف تيست تفعيل الحساسات مثلا على سبيل المثال نجي على سلندر رقم واحد النوزل زين نختاره نسوي له ستارت للعمليين وراح اطفي النوزل هسه شوف طفينا النوزل هسه اشتغل سيارتك طفينا رقم واحد زين نرجع نشغله نسوي ستوب للعمليه يعني هو اكو ناس يقراها بالعكس هي لا ستوب للعمليه هاي نفسها زين السياره استقرت هسه السياره مثلا تجي النوزل تم ما تجي فيشه تشيل البنزين رقم اربعه مثلا النوزل زين طفي شوف هنا الخربطه بس انا ما اقدر اشوف فيشه النوزل الخاص لان الجو دكشن اما هنا راح تجي عن طريق
الاكتف تيست. عندك هنا سبيشال فانكشن اللي هي الفقرات البرمجيه. وعندك هنا تراب الكود، اي مشكله عندك بالسياره منظومه المحرك مثلا او اي منظومه سحنه، هاي المنظومه سليمه ما فيها عندك اي مشكله، راح يكتب لك عدد الاعطال ورقم الاعطال والريس كود، ويكون عندك مسح العطلات. بس نعطيه المسح، مسح ماكو ما عندك عطل حتى تمسح. بالضبط بالضبط زناني موتيل ماكسيسيس ام اس 906 برو، فحص وبرمجه حساس تاير 3 ب 1.